نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن، منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم، وكابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. بعد اذن حضرتك كابتن هقول حاجه بس. كلمنا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وقال ان مفيش معسكر للمنتخب. لما مستر كروش لقى ان المعسكر هيقتصر على 5 أو 6 لعيبه، قال لا، انا عايز ان اللعيبه دي بدل ما تيجي تتدرب عندي وعددهم قليل تلعب ماتشات تقيله. فالحاج عامر قرر ان الجوله 13 اللي كانت المفروض تتلعب 8 و10 ابريل هتتلعب يوم 15 و16 و17 مارس. يبقى الجوله 13 هتتلعب، هم 6 مباريات بالظبط، يوم 15 مارس و16 مارس ممارس و17 مارس. وكاس مصر دور ال 32 هيتلعب يوم 11 و12 و13 و14، يعني في عدم وجود الاهلي والزمالك وبيراميدز المشغولين في المباريات الافريقيه مفيش معسكر للمنتخب، انما في مباريات في كاس مصر دور ال 32، وفي مباريات في الجوله 13 لبقيه الفرق اللي غير الاهلي والزمالك وبيراميدز، هتتلعب يوم 15 و16 و17 مارس. وبعدين معسكر المنتخب القومي ان شاء الله هيبدا يوم 20. الجدول اللي انت قلت لي قبل كده ده شغال طبيعي؟ قبل كده لسه مفيش اي تاجيل؟ لحد دلوقتي مفيش تاجيل، لحد دلوقتي مفيش تاجيل. هنتكلم على الفتره اللي كان فيها معسكر المنتخب. اتفضل يا كابتن ناصر. تاني تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل نجومك الكبار. بنتكلم على الحكم الشاطر يا كابتن شريف. الحكم الشاطر دايما بيقبل التحدي. النهارده هذه المباراه من غير الفار، مباراه بنتكلم في تقييمها كمباراه، هل هي سهله متوسطه او صعبه؟ هي مباراه من مباريات سهله جدا يا كابتن علاء، وهقول ليه سهله. يعني انا النهارده لو انا مراقب مباراه بدي درجه الصعوبه اللي هي المباراه سهله، لان دي سهله بتفرق من متوسطه او صعبه للحكم. سهله ليه؟ نمره واحد مفيش جمهور، نمرة اتنين الجهاز الفني هنا في النادي الاهلي وفي نادي الهلال التزام على اعلى مستوى، احترام للقرارات التحكيميه، نفس الشيء للاعبين داخل ميدان اللعب سواء النادي الاهلي او نادي الهلال، ما عندكش مشكله خالص في المباراه، مباراه سهله كلها. ولكن كمان الفار مش موجود، يعني لابد انك انت تكون عندك التحدي الكبير لهذه المباراه. هتكلم في ما يجب تطويره في اداء الحكم كابتن احمد. عندنا النهارده الحكم المغربي 9 سنين دوري، يعني حاجة كبيرة جدا جدا، وما زلت حتى الآن عندك مشكلة أو قصور في تقدير المخالفات الفنية. خلي بالك على الأهلي وعلى نادي الهلال الاثنين، يعني كان هناك بعض المخالفات ما فيش فيها مخالفة وكان بيصفر، وهناك بعض المخالفات اللي هي تستحق البطاقة الصفراء. معيار احتسابه للمخالفات، معيار إشهار البطاقة عنده في خلل، دي نمرة واحد. السيطرة كمان، يعني شخصيا بنتكلم النهارده على الحائط الدفاع، معاك الاسبريه، وللاسف الشديد انت النهارده المفروض بتشير بالسبريه وبترجع اللعيبه. النهارده حائط الدفاع النهارده خد منك وقت كتير جدا جدا في التنظيم الحائط الدفاع، وبالتالي هنا بنتكلم في شخصيه الحكم. حاجات كتيره النهارده بنقول للجعفري المغرب لابد انك انت تطور في ادائك. هنروح للحاله التحكيميه، وهنقول يا كابتن احمد ايه هو الكسور اللي كان النهارده عند الحكم على الرغم من المباراه كانت مباراه سهله. الحاله الاولى، نشوف الحاله الاولى هنا، يعني هو كان عنده فرصه، هو قريب جدا كابتن شريف، هو شوف هو فين، زاويه رؤيه واضحه جدا جدا جدا. هذه الالعاب تفاصيلها عندك انت، مفيش بار. وانا هذا اللاعب عمل ايه؟ استخدم الايدين مره بالكوع ومره بالظهر المرفق في محمد طاهر، ومع ذلك هنا لم يشهر بطاقه. انا شايف هنا كان يجب على الاقل كابتن احمد بطاقه، يعني دي حاله من الحالات اللي هي سهله جدا جدا كتحكيميه، للاسف هو لم يقدرها بالشكل الصحيح. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، محمد بينا مع الخط هنا، وكان في مخالفه هنا، الكره بعيده عن لاعب النادي الهلال، وهنا الدخول بتهور في هذه الحاله، وللاسف هو لم يشهر بطاقه. عندنا بطاقتين في المباراه حتى الان، يعني بنتكلم في خلل في معيار اشهار البطاقات الصفر. نروح للحاله اللي بعد كده، حالة من الحالات المهمة. هنشوف هنا في تسلل ولا مفيش تسلل، نشوف دي تمام اللي رفع له فيها اللاين مان بالظبط.
الحاله دي يا كابتن في حاله فنيه قوي، يا ريت يعني نبقى مع بعض. هو المساعد هنا رفع كابتن اسامه، الحكم اصر على قراره قال يلعب تاني. هنا الحكم المساعد رفع، هو اعتبر نفسه الفار في الحته دي، تسلل اعتبر نفسه هو اخذ من الفار في الحته. هقول لك ليه يا كابتن احمد، حاله مهمه جدا جدا تعليميه للناس كلها. هنا الحكم المساعد هنا لما بيرفع بنقول له انت بترفع ليه؟ السؤال هنا اللاعب في موقف تسلل، لاعب الهلال هنا في موقف تسلل تمام اهو. طيب هو مين اللي لعب الكره؟ نروح بقى كده لحظه اللعب، مين اللي لعب الكره يا كابتن؟ علي معلول صح. هل اللاعب اللي في موقف تسلل اثر على علي معلول؟ هل تدخل مع علي معلول يا كابتن شريف؟ بعيد، ده الراجل اللاعب اللي في موقف تسلل ورا، فانت كان لابد عليك حاجه بتاعه تنتظر شويه، لو تدخل مع علي او ضايقه هنا ممكن ترفع رايه. هو الحكم هنا كان شاطر جدا جدا، لان هنا انا شايف ان هنا هذه الرايه رايه غير صحيحه. رجع الدفاع في شوط ثاني؟ لا يا فندم رجع الدفاع، لا هو رجع كان تقريبا ركله مرمى، هو حسب ركله مرمى، لكن انا بحيي قرار الحكم لان كان يجب على الحكم المساعد هنا. امتى بنشير بتسلل؟ لما اللاعب اللي في موقف تسلل بيتدخل او بيبتدي ياثر على اللاعب اللي هو بيلعبه، لكن هو شاف ان علي نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ما كان يجب على الحكم المساعد رفع الرايه في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا محمد، نتكلم على الانذار يا كابتن احمد. احنا هنا في الثلث الاول للملعب الهلال بطاقه صفراء، انا شايف ان هي يعني كان ممكن ان انا كلاعب اتفاداها. امتى ناخد الانذار؟ بنقول لو انا النهارده شايف ان في هجوم واعد على فرقتي ولاعب رايح هيجيب جون، ممكن انا اخد الانذار، يبقى انذار فعلا يستحق ان انا اخد. لكن في هذه الحاله بنقول نتكلم على محمد هاني، الراجل في ملعبه الثلث الاول انذار، ربما انت تحتاج الانذار ده فيما بعد، فما كان يجب انك انت ترتكب هذا السلوك، وهو الانذار صحيح لنتيجه تاخير استئناف اللعب. شوف الحاله اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده نشوفها. وهنا الحاله دي كانت حاله مهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا دايما الحكام في منطقه الجزاء ركز شويه، خاصه ما معكش الفار. حاله محمد عبد المنعم، ودي حاله مهمه على فكره، لان انا شايف ان هنا في تعمد ازاء للاعب. يمكن لو انا معايا الحاله هنا، اللاعب هنا لم يذهب للكره اطلاقا، الكره كانت في حته ثانيه، وهنا راح بالراس في راس محمد عبد المنعم. وهنا الحاله مش معايا، ولكن هنا على الاقل هنا الحكم اتفاجئت ان هو بيخلي اللعب يتواصل، وهنا ليه في لاعب من الاهلي في منتهى الجزاء هنا. يعني عاوز اقول ان حاله كانت صعبه جدا، راس في راس ومتعمد، وهنا للاسف لم يحتسب المخالفه، وبالتالي كان ممكن قوي ان الكره دي تخرج خارج ال 18 واللعب يستمر، وكان ممكن يبقى فيها هدف. نهايه بنقول يا كابتن، لا قبل نهايه يا كابتن معلش، عندي بس سؤال. السنه اللي فاتت بعض الفرق اشتكت من عدم وجود فار في بدايه دوري المجموعات، تمام كويس، وبعض المسؤولين قالوا من السنه الجايه ان شاء الله هيستخدم الفار في بدايه مباريات دوري المجموعات. بالظبط ما حصلش يا كابتن. احنا بنتكلم برضك، انا كنت هتكلم في الموضوع على فكره ماشي. النهارده بنتكلم في بطوله كبيره، النهارده بطوله دوري الابطال دي بطوله كبيره جدا جدا يا كابتن شريف. الاتحاد الافريقي عنده ما الامكانيات كبيره جدا جدا. ايه المشكله؟ انا النهارده كل حكام الاتحاد الافريقي عندهم واخدين رخصه الفار، ما عندكش مشكله طبعا. اصل يعني حضرتك وصلت للدور يا كابتن دوت اللي هو في النخبه. بالظبط لما يكون في اقوى الفرق او افضل الفرق في الدور دوت وما تعملش فار في بدايه الدوري المجموعات لا يبقى في. طب اقول لك تاكيدا لكلامك يا كابتن، انا النهارده لو في فار على الاقل كان الفار استدعى الحكم في حاله طاهر او في حاله عبد المنعم. بالظبط، يعني انا شايف ان ممكن في حاله منهم ترتقي لابطاء الحمر بكارت احمر. انا السؤال هنا للاتحاد الافريقي، بطوله كبيره وعندك من الامكانيات انك انت النهارده تشتغل بالفار يا كابتن شريف، خاصه ان المباريات مش كتيره قوي قوي قوي. عندنا مشكله حتى الان في قصور في تطبيق الفار في هذه البطوله، على الرغم ان عندنا حكام افريقيا كلهم النهارده معاهم رخصه الفار، ما عندكش مشكله غير انك انت بس اللي هي المعدات اللي هي خاصه بالفار بتنقلها للملعب اللي هو هيتقام عليه المباراه. من هنا بنقول ايه؟ ان ربما فريق كابتن احمد النهارده يصعد في هذه في هذا الدور على حساب التحكيم. بالظبط صح، لان هنا ما فيش تقنيه الفار. صح، نتمنى من خلال قناتنا الاهلي بنقول ان احنا يجب ان احنا النهارده نطبق الفار، خاصه ان هنا بطوله كبيره كابتن ايمن. الحاجه اخر حاجه بنتكلم فيها تاني، بنقول
ان يمكن انا هتكلم في ناحيه فنيه النهارده. النادي الاهلي يعني اعتقد النهارده يعني طبقا للمجهود اللي عمله في البطوله الامم الافريقيه وبطوله كاس العالم للانديه النهارده، بنقول النهارده النادي الاهلي ادى والنتيجه النهارده تعتبر نتيجه جيده بالنسبه له، اتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق في المباراه القادمه باذن الله. ان شاء الله معانا صوره كابتن ان شاء الله هتنزل لنا دلوقتي، عايزين بس نشوف الصوره وهنعلق كلنا عليه. بص يا كابتن، ده الدكتور احمد ابو عبله بالظبط بيعالج احد لاعبي فريق الهلال السوداني. تمام، هو هنا النهارده كابتن هو كان عنده ايه؟ بص يا كابتن، احنا بنتكلم على دكتور حاسس عنده حس، هو كان قريب بالفعل، ولكن هنا بنتكلم على دكتور كابتن ايه؟ ما استناش طبيب النادي الهلال اللي هو في الدكه البعيده ان هو يروح، وبالتالي هنا تصرف جميل جدا 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 وتدل على عمق العلاقات بين النادي الاهلي والسوداني الشعب المصري. النهارده دي حاجه جت من ايه؟ منه يعني انا كطبيب النادي الاهلي النهارده دي حاجه نابعه منه، هو ما حدش قال له انزل، ولكن دي بتدل على ايه يا كابتن؟ ان احنا شعب جميل جدا جدا، شعب يعني عاطفي، اي موقف هتلاقينا بنشتغل بشكل ايجابي جدا. انا بحيي طبعا دكتور احمد ابو عبله على هذه الحاله، التدخل السريع اللي كان ممكن النهارده يعني يحصل اصابه للاعب نتيجه تاخر طبيب النادي. العلاقات بيننا وبين اخواننا جميله جدا 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 طبعا، الهلال السوداني طبعا، كابتن احنا شعب بنحب الناس كلها على فكره، الشعب المصري طبعا. ولا رايك يا كابتن شريف؟ لا طبعا ده اللي احنا اتكلمنا على العلاقه، ده عندنا بيننا وبين بعض شريان الحياه النيل. صحيح، النيل بيربطنا والصوره ابلغ تعبير يعني اخواتنا السودانيين هنا في مصر. صحيح، لو تشوف كم مليون هتحس بنفس اللي احنا فيه دلوقتي. صحيح يا كابتن، هذه الصوره بتعبر يعني. هي صوره معبره عن اللي جوانا الحقيقه. هي النادي جاهز للدكتور احمد ابو عبله كده، هو جاهز على الدخول السريع. هو ليه قال ان هو يروح للرجل المباراه؟ ده هو تصرف تلقائي يعني، حاجه جميله جدا جدا. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم كابتن ناصر عباس، ابدعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن، ودايما بالتوفيق كده النادي الاهلي في القادم باذن الله. يا رب ان شاء الله. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الهلال السوداني والاهلي المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي في بطوله افريقيا بدايه دوري المجموعات للنادي الاهلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله المرحله القادمه. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد النعيم، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. اشكرك كابتن ايمن، بشكر الكباتن كلهم. كابتن اسامه عرابي، امتعتنا كابتن، الف شكر. شكرا لك. كابتن علاء مهيوب، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا كابتن، شكرا. كابتن احمد بلال هداف، امتعتنا، الف شكر. احنا محتاجينك النهارده حبيبي يا كابتن. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.